استاذ محمد. سلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نبي يا باشمهندس، انا شفت حلم كده رؤيته انه انا بيت ومواشي بولدها وارض في مشاكل كده. ان هو فين؟ في الغيط. تمام. وكان مواشي بتطلع يعني معاها عيال صغيره، وانا معايا مشكله اصلا كبيره يعني بيني وبين جماعتي كده. طيب حاضر. بص يا حاج محمد، والله اعلم، برضو عايز اقول لك الغيط والارض يا جماعه والحاجات دي، فهو بيدل على الانسان اللي بيخزن همومه ومشاكله وبيخلي نفسه يدخل في هلاك الصحه النفسيه. فربنا يصلح لك حالك يا رب العالمين، حافظ على صحتك ثم صحتك وبعدين الاخرون، فربنا يهدي الحال يا رب العالمين.